طبعا من في إطار التحولات السياسية هناك أوضاع أيضا تؤثر سلبا في البلدين. لا تنسى حالات حركات أو المنظمات الإرهابية التي يعني تنشط في أفريقيا، وتشاد تعاني من هذه المنظمات كثيرا. هناك حالة من السيولة الأمنية اللي بتسببها يعني حركات داعش والقاعدة وغيرهما في أفريقيا عموما، وهذه تلقي بظلالها على الوضع في تشاد. وهناك أيضا وضع مترهل في السودان، ولا تنسى أن رئيس نائب رئيس مجلس السيادة له يعني مدة طويلة في دارفور لإحكام القبضة الأمنية ووضع ترتيبات اجتماعية وغير ذلك. فلهذا البلدين يعني مؤهلان لهذه السيولة يعني. جميل يعني.